ببالغ الحزن نبا وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأخ الفاضل هلال مشاري المطيري الوزير السابق للتجارة والصناعة، وبالإصالة عن نفسي ونيابة عن الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة أتقدم بخالص العزاء وصادر المواساة لأسرة الفقيد الكريمة، سائلا المولى أن يتوقم مده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه الفردوس الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك الحكومة تشاطر مجلسكم المؤقر تأبين وزير التجارة والصناعة الأسبق هلال مشاري المطيري رحمه الله، فقد خدم الفقيد الكويت في العديد من المجالات ومن خلال العديد من المناصب التي تبوأها، وأسهم إسهامات بارزة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار. نتقدم من ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. شكرا لأخ الرئيس.